السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم عن آخر أخبار اي كيو اريبيان واللي حصل من قرارات جديدة ومكالمة صاحب الموقع في أحد الجروبات الداعمة لاي كيو اريبيان. تعالوا نروح للملاحظات. انهم في الاول نزلوا قرارات على الصفحة والقناة الرسمية للموقع على التليجرام، وده ما كانش بيحصل. كمان لاحظت ان هو اكد اكتر من مرة ان القرارات دي هتكون نهائية ودي اللي يقدر ينفذها، وتسأل السؤال ده اكتر من مرة وقال انها هتكون نهائية ومش زي كل مرة. نأمل ان شاء الله. ايه هي القرارات؟ قال لك تخفيض ارباح وسحوبات شهر 9 ل 50%. بمعنى لو انا مجموع سحوباتي 100 دولار في شهر 9 هيتم وصول ليا 50 دولار، يعني انا هاخد 50 دولار وهيلغي 50 دولار، 1000 هيوصل لي 500 وتخصم 500، وسيتم دفعها دفعة واحدة بعد الانتهاء من فصل سحوبات تريد ويز ادمن عن السحوبات العادية. طيب بالنسبة لسحوبات تريد ويز ادمن قال لك لن يتم تخفيضها، يعني مستثناة من القرار، هتوصل لك كاملة وهيتم ارسال كل اسبوع سحبة منهم. مثال انا ليا 6 سحوبات تريد ويز ادمن، كل اسبوع هيوصلني منهم سحبة. كلمة فصل سحوبات تريد ويز ادمن معناها ان انت لو انت ساحب تريد ويز ادمن مع ربح باقة عادية سواء اسلامية فضية ماسية هيلغيها ويتم سحبها مرة اخرى، الربح لوحده والتريد ويز ادمن او الباقة العادية لوحدها والتريد ويز ادمن لوحده. ارباح احالات شهر 9 و10 هتوصل كاملة مع السحوبات. الدفع او مواعيد الدفع قالك ان انا في مبرمج في الموقع وهيتم الانتهاء، يعني حدد ميعاد كده سيبدأ الدفع في أول أسبوع في شهر 12، بمعنى إن مش أول الأسبوع، خلال أسبوع، يعني الأسبوع مش أول الأسبوع، الأسبوع كامل في شهر 12. هيلغي دعم التليجرام لكن حاليا هيفضل مستمر، بعد كده هيبقى بنظام التذاكر، تقدر تبعت رسالة من داخل الموقع ويرد عليك خلال 24 ساعة. سيتم إضافة زر سحب رأس المال في الموقع خلال يوم أو 2 أو أيام، واللي طلب السحب راس المال قبل كده من الدعم هيعتبر لاغي، وهتستنى زر سحب راس المال من الموقع وتسحبه من الموقع لو انت عايز. بالنسبة لأرباح وسحوبات شهر 10 و11 و12 سيتم إلغاء جميع الأرباح والسحوبات لشهر 10 و11 و12، وسيتم زيادة هذه الشهور في جميع الخطط، تحسب من جديد من يوم 1/1/2022. ومشكلة او التايمر اللي واقف عندك او العداد اللي واقف عندك خلاص او وقف عنده ده هيعد المدة اللي وقفها الموقع من جديد، يعني الموقع وقف 3 شهور فالعداد ده هيعد لك تاني 3 شهور اللي وقفهم فيه الموقع. والارباح نفس الكلام، 10 و11 و12 هتبدأ تعد من جديد من 1/1/2022. هو قال كمان ان الموقع هيرجع بكامل قوته رغم اي ظرف ورغم اي شيء كما كان يوم 1/1/2022. هيتم فتح الايداع واعادة الاستثمار والتسجيل من جديد في هذا التاريخ. الموقع سيظهر بسكريبت جديد ونظام حماية جديد والتعاقد مع شركة لحل مشاكل البرمجة والتقنية والهاكر والكلام ده كله. وكمان اتكلم عن ان هو هيتم تغيير تيم الادارة وتيم الدعم. ده كان ملخص القرارات اللي اتخذها موقع اي كيو اريبيان، وكمان نزلها على القناة الرسمية للتليجرام بتاعته. كمان رحنا عملنا استفتاء للناس على القناة الرسمية بقى بتاعتنا الخاصة مواقع الاستثمار والربح من الانترنت، شارك في التصويت. لحد الان 500 صوت، 51% موافق على القرارات، 35% غير موافق، 14% غير مشترك. انت قول لنا رأيك في الكومنتات، هل انت موافق على القرارات دي ومتفائل، ولا انت مش موافق على القرارات دي ومتشائم ومجرد كلام. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات كتير قادمة. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واهم حاجة الكومنت، وتقول لنا رأيك بكل احترام متبادل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.